هل تمارس الرياضة أو ترغب في ممارستها في شهر رمضان المبارك؟ هذه من الأسئلة الشائعة والتي كثيرا ما يفتي بها البعض بدون علم. فماذا يقول أهل الاختصاص؟ إذا كنت تظن أن أفضل وقت لممارسة الرياضة في شهر رمضان هو بعد الإفطار مباشرة، فإن ذلك غير صحيح. بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الصحة العمانية بتغريدة على تويتر في رمضان الماضي، ويعد الوقت الأفضل لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان هو قبيل الإفطار مباشرة أو بعد الإفطار بساعتين أو 3 ساعات، ويجب عدم ممارسة الرياضة بعد الإفطار مباشرة، لأن جميع طاقة الجسم في ذلك الوقت تكون موجهة نحو عملية الهضم، وقد تؤدي ممارسة النشاط البدني في وقت انشغال الجهاز الهضمي بالهضم إلى حدوث اضطرابات في هذا الجهاز، مما قد يؤدي إلى التقيؤ. وينصح بإنهاء أي نشاط بدني على الفور إذا شعرت بالدوار أو الغثيان في أي وقت. بالمختصر المفيد، لا تسأل المجرب واسأل الطبيب. طابت أوقاتكم.